كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تبادله وجهات النظر مع الرئيس السنغالي بشان عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة. وأكد الرئيس السيسي على الاهتمام المصري بجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية بما فيها منطقة شرق أفريقيا والقرن الإفريقي، فضلا عن منطقة الساحل الإفريقي مؤكدا استعداد مصر لدعم الجهود الإفريقية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. كما تبادلنا وجهات النظر بشان عدد من القضايا الاقليميه والدوليه الراهنه حيث اكدت على الاهتمام المصري بجهود صون السلم والامن وتحقيق الاستقرار في القاره بما فيها منطقه شرق افريقيا والقرن الافريقي فضلا عن منطقه الساحل الافريقي والتي تشهد تطورات وتحديات متشابكه نظرا لتفاقم وتمدد الجماعات الارهابيه. واكدت على استعدادنا لدعم الجهود الافريقيه لمكافحه الارهاب والفكر المتطرف من خلال توفير برامج التاهيل وبناء القدرات عن طريق الاجهزه المصريه المتخصصه وكذلك مؤسساتها الدينيه العريقه وذلك لاعلاء قيم الاسلام الوسطي المعتدل الذي تنادي به مصر في سبيل القضاء على الارهاب